تخلي ابنك أو بنتك يسمعوا الكلام. هنتكلم في 3 محاور رئيسية. المحور الأول إنك تكافئ السلوك الجيد، المحور الثاني إنك ما تكافئش السلوك السلبي، والمحور الثالث إنك تقوم الطفل لما يعمل غلطة معينة. نبدأ بالمحور الأول، إنك تكافئ السلوك الإيجابي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن طفلك لما يعمل حاجة كويسة أنت عايز توريله إنك ملاحظ، إنك واخد بالك. طبعا حضرتك هتسأل، طب يعني معقول كل ما ابني أو بنتي مثلا يعمل حاجة كويسة أنا مثلا لازم أروح أجيب له هدية ولا كذا؟ هقول لك لأ طبعا، مش لازم. هو أنت في أساليب كتيرة ممكن تكافئ بيها السلوك الكويس. مثلا ممكن لما طفلك يعمل حاجة كويسة تبتسم في وشه، تديله حضن، تعامله برفق، بلين. ليه؟ يمكن لنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة بالرفق واللين مع الأطفال، لما هو كان بيسجد ويطيل في السجود عشان هو مش عايز الحسين رضي الله عنه أن يشيله من على ظهره. فدي حاجة طبعا إحنا المفروض يعني نقتدي بيها يعني. الحاجة التانية، أنت ممكن تقضي مثلا معه وقت زيادة لو هو عمل سلوك كويس. مثلا أنت تكافئه أنك تقضي معه وقت، تلعب معه كوتشينة، خده الجنينة، فسحه، وديه حتة مثلا معينة. ممكن طبعا برضو في الحاجات الكبيرة انك تديله حاجة يعني مادية. طبعا احنا ما نحبش نقول انك تديله فلوس، بس مثلا ممكن لو مثلا طلع الاول على المدرسة مثلا ما فيهاش حاجة انك تجيب له هدية. جميل. في المحور التاني هنقول ما تكافئش السلوك السيء. هتقول لي ايه ده، انا بكافئ السلوك السيء؟ هقول لك اه، حضرتك بكافئ السلوك السيء وانا كمان بكافئ السلوك السيء. طب ازاي؟ هقول لحضرتك دلوقتي. انت مثلا راجع من الشغل، كان يوم طويل، كنت كده متضايق اخر اليوم، عايز ترجع البيت ترتاح. انت متفق مع مراتك ان ابنك مثلا ممكن ياخد شوكولاتة واحدة في اليوم. رجعت البيت لقيت ابنك محمد زعلان ومقريف وعايز ياخد شوكولاتة تانية. انت قلت له لا يا محمد، احنا متفقين على شوكولاتة واحدة في اليوم، ما ينفعش اكتر من كده. محمد هيعمل ايه؟ محمد هيزن، محمد هيعيط، محمد هيغضب، محمد ممكن حتى يكسر. طيب انت هتعمل ايه؟ انت هتقول له لا احنا متفقين على كده. هيزود وهيزود وهيزود من السلوك. انت ممكن عشان تعبان ومتضايق على اخر اليوم تقول يلا خلاص مش مشكله، يلا خلي محمد ياخد شوكولاته تاني. طب انت كده علمت محمد ايه؟ انت علمت محمد انه لما يزن ويغضب انه في الاخر بياخد اللي هو عايزه. محمد بقى هيعمل ايه تاني يوم لما يكون عايز شوكولاتة تانية؟ هيزن ويغضب وهيزود فيها أكتر وأكتر، عشان أنت علمته إن هو بالسلوك السيء ممكن ياخد اللي هو عايزه. بالنسبة للمحور الثالث اللي هنتكلم فيه إن شاء الله في الحلقة الجاية، هنتناول فيه إزاي تقوم السلوك السيء. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية.